عودي معكم للمتابعة بوقت مع مارون كرم. طبعا اليوم رح نحكي عن موضوع السوشيال ميديا، عن موضوع الفنانين والتراتبية يلي وصلنا لها. رح تصدمكم شوي، تراتبية كانت بتصور مشقلبة قبل وهلا تشقلبت، في أسماء مش مذكورة، هيدا اللي بيصدم بوقتها. مارون اهلا وسهلا فيك. بونجور جوزيف، كيفك؟ هي تالت حلقه مزبوط. انت موجود معنا. سلام بوقتها، كمان تحيه لزميلتنا كاتيا اللي كانت معنا قبل. اكيد. ومن حييك واهلا وسهلا فيك باسره عالم الصباح. ثانك يو. طبعا السوشيال ميديا الهم اللي اخذ الكل، شاغل العالم، شاغل العالم، اللي له طبعا ايجابيات وله سلبيات كثيره كثير يعني بهالموضوع. بدنا نبلش شو بالايجابيات والسلبيات وبعدين ننقل على التراتبيه الفنيه. يس، نحن نزلنا على سالنا العالم شو رايهم بالسوشيال ميديا، شو اكثر شيء بيستعملوا ابلكيشنز خاصهم بالسوشيال ميديا. رح نشوف الفيديو وبنرجع نحكي شوي اكثر عن ادفانتجز وديس ادفانتجز. يلا. شو منزل على تليفون السوشيال ميديا؟ منزل انستغرام وتويتر، فيسبوك، انستغرام وسناب شات، فيسبوك، انستغرام، واتساب، ماسنجر، فيسبوك. طيب شو اكثر شيء بتستعمل بيناتهم؟ واتساب اكيد، وشوي سناب شات، فيسبوك، سناب شات، تويتر. هدول هن. جست سناب شات وانستغرام، تويتر. تويتر ايه، سناب شات. ايجابياتهم انه وقت ضايع، يعني فيني بركة ارتاح عن الدرس، بشوف صفحات بتعلم منها اشياء، اخبار جديده، اخبار سياسيه، اخبار دوليه، فيك تتواصل مع الناس بطريقه اسرع واهين. التواصل، معظم رفقاتنا سافروا وقت بعد المدرسه وبالجامعات برا، سو ما كثير بنحكي معهم، فهدول مثل بلاتفورمز فينا نتواصل معهم. هدول الايجابيات. السلبيات، تضيع الوقت اكيد. ما بحس انهم بوزيتيفز. بالهوكة عن الاشياء المهمة. هلا سلبيات انه ما في هالقد برايفسي، بصير كل واحد بيعرف وين الثاني. سلبيات انه فينا نلتهي كثير عليهم ونترك درسنا ايام. قد ايه بتضيع وقت عليهم بالنهار؟ شي معدل شي ساعة بركي بالنهار. ساعة؟ ساعتين؟ اقل من ساعة. ساعة، ساعتين. عن جد ما بحسب لانه فات بحياتي يعني. ما بعرف شي. خمس ساعات بس ما كثير بنقضي وقت، شي ساعة ساعتين يعني. كنت ضيع وقت أكثر لما كانت الفيسبوك أب on the phone. فات بطريقة السوشيال ميديا إنه بطل فيك تشيليه. ني حبيت انه شال الفيسبوك اب عن الابلكيشن عن تليفونه، بس بكره اكيد بيرجعها، بيرجع ما في عيش بلاهم. بس مهم الواحد، هيدي دواء يعني، هيدي دواء انه الواحد بيتداوى من السوشيال ميديا يشيل الابلكيشن. هلا رح اشوف الادفانتجز. اول ادفانتج للسوشيال ميديا هي بتقرب المسافات، وخاصة نحن لقلنا للبنانية، كل الشباب لبنان يا عم يتعلموا برا يا عم يشتغلوا برا بدبي بفرنسا او بحيلا بلد بالعالم. فاهلنا واصحابنا بيقدروا يتواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا بطريقه اهين. هذا افانتاج كثير مهم للسوشيال ميديا. بنكمل على افانتاج ثاني، هي بتجمع العالم اللي عندها راي واحد على اللي بهمها، لتسي السيارات. كلهم بيكونوا عم بيحكوا على جروب واحد على الفيسبوك، على بيج واحدة على انستغرام، مجموعين عم يتبادلوا ارائهم. هدول نحن بلبنان كمان كثير، اذا بدك اول كوميونتي تبع السوشيال ميديا بالفانز كلوب تبع السبورتس كثير، وبالكارز كمان صار عندنا فان كلابز لكثير عدد كبير من السيارات بلبنان. ريل تايم انفورميشن شيرينج، صار معنا حدث دغري بيتنقل عبر السوشيال ميديا، بنعرف فيه كلنا سوا بساعة الساعة، لو بأمريكا، لو ببيروت، لو وين ما كان. ما بقى ننطر نشرة الأخبار الساعة 8 صرنا نشوف، نفتح الفيسبوك نشوف شو صار عنا أخبار. وهلا إذا بدك أهم شيء على السوشيال ميديا الأدفرتايزنج اللي عم بيصير على فيسبوك، على انستغرام، على تويتر، على حيلا بلاتفورم، هذا كثير عم بيساعد الشركات تسوق لحالها وتعمل الإيمج لحالها على السوشيال ميديا. الشركات إذا بدك الكبيرة إيماجتها عم تنقلها على السوشيال ميديا يتعرفوا عليها كل العالم، والشركات الصغيره عم تجرب تكبر مثل ما بيقولوا عبر السوشيال ميديا، تفرجي البرودكتس تبعها، السيرفيسز تبعها اكيد عبر السوشيال ميديا. هيدي دعايه كمان عم بتضر التلفزيونات يعني، عم بخفوا الاعلانات. بالفعل هيدي بالنسبه، انت عم تحكي سوشيال ميديا ان جنرال مش فيسبوك بس يعني. لا، السوشيال ميديا ان جنرال. نحن هلا ننقل على اذا بدك مساوئ السوشيال ميديا مثل ما بيقولوا. اهم واحدة هي تضييع الوقت طبعا. بالريبورتاج
شفنا ساعة ساعتين أيام نص ساعة، معدل الشخص عندك فكرة قد ايه معدل الشخص بيضيع على السوشيال ميديا؟ أكثر بكثير يعني، ست ساعات ما اعترفوا يعني، ست ساعات بالنهار افريج الشخص بيضيع على السوشيال ميديا. والتينيجرز بيطلع الرقم للتسع ساعات بالنهار. لأنه بنرجع من المدرسة كل الوقت على واتساب، بنشوف فيسبوك انستغرام، بننام عم نحكي على واتساب. أنا بسمعها كتير هيدي، عم ندرس مع أصحابنا عم نحكي عم نسألهم السؤال عم بحلو لنا إياه. فهيدي كتير مشكلة على السوشيال ميديا. البرايفسي هي إذا بدك العالم كله هلأ مشكلته مع السوشيال ميديا هي الخصوصية، بطل صارت تفوت بخصوصية الشخص. من ميل العالم حق على العالم أنه نعم. شو ما بيعملوا بينزلوه على السوشيال ميديا. من ميل تاني هي السوشيال ميديا بتجبرك تعمل هذا الشيء. وهلأ إذا بدك العالم صارت تنطر بعضها على شو عم يعملوا، تيصيروا ينكزوا بعضهم على الخصوصيات. أي مظبوط، والفضايح والقصص وهودي. واحد يعني أنا قبل ما كنت حاط برايفسي على الفيسبوك تبعي، في نهار أصحابي تلفنولي فوت شوف شو في عندك على الوول، شفت صور مش مسموح تكون موجودة يعني على الوول، واكتشفنا بعدين. بس الحمد لله أنه في أوقات متابعة لألون بيشيلوهم، نعمل بعض ريبورت بيرجع بينشيلوا. نعم، النقطة كتير مهمة اختلاف الآراء على السوشيال ميديا. نعم. الأوبينيونز. الطلاق هو إذا بدك علم نسبة الطلاق من وراء الفيسبوك خصيصا. ليه؟ صار كل كوبل نزل صورته بالسهرة، وين كنت مع مين، شو مع مين كنت عم ترقص مع، أو نشف له صورته بالسهرة، زيت شي للشباب وللبنات. نعم. فنسبة الطلاق عليت من وراء السوشيال ميديا، وصاروا بالمحاكم يستندوا على صورة الفيسبوك على الواتساب شو نحكى. صار يعترف فيهم؟ يس. هيدا شيء قانون جديد يعني؟ قانون جديد. انا بعرف انه لا، ما بعرف اذا هلا عم شو بقولوا، كل شيء عم يتطور، وكمان المحكمة صارت تستند على هدول كاثباتات. نعم. رح ننتقل شوي على لبنان، نحكي شوي عن التايم لاين تبع السوشيال ميديا بلبنان. اهم اذا بدك ايفنتس كسروا الدنيا سمعنا فيهم بلبنان، حيلا كلنا عملنا شير كومنت لايك اعطينا راينا بهدول القصص. اول شيء الترند اللي بعده ماشي هلا هي السيلفي. السيلفي مين ما كان بياخذ سيلفي، بعدنا لهلا الوول تبعنا كله من التلين سيلفي. ننتقل على جاكي شمعون السكيير اللبنانيه، نزلت صورتها الشهيره اللي كمان ضربت بلبنان. التلجيت مزبوط. الايس باكيت تشالنج، مين ما عمل ايس باكيت تشالنج؟ كلنا هون بعلم الصباح عملنا شهر ايس باكيت تشالنج، وعملناها برا بجنينه، فلكن كلنا عملناها للايس باكيت تشالنج. مشكلتنا الكبيره الاساسيه الزباله، النهر. صح، نهرنا الكبير طلعنا على اهم الاذاعات عالميا. وريسنتلي احلام شنانة احلام. نعم. والمشكله صارت معها على السوشيال ميديا. اذا بدك هذا باختصار اللبنانيز تايم لاين. اي صحيح، اهم اذا بدك ايفنت صاروا عنا بلبنان. على فكره عندي نفس السلفي هي ذات انا ايه عندي نفس السلفي انا وفنانه مصريه كمان اخذت ضجه كثير كبيره بمصر، يعني بتعرف قد في اعداد وقت اخذناها سوا للصوره. كل نعم. تنكمل هلا رح نحكي شوي. هلا كنت عم تحكي عنهم، عن اهم لبناني سينجرز على فيسبوك. اوكي الارقام، بس ليه كلهم بنات؟ لانه انت تحت نوال الزغبه دغري. ثانك يو. بس وين طلعوا طلعوا شوي. الارقام بتنقز يعني. سالنا كم سؤال، مين بنظرك صار يقولوا لنا هيفا، سيرين عبد النور، نوال الزغبه. إيه؟ لسه بالطليعه ب 20,236,802. تحت دغري نانسي عجرم ب 20,215,000. وبعدين نجوى كرم ب 12 مليون، ميريام فارس ب 11 مليون، سيرين عبد النور 9 مليون، هيفا 8 مليون تقريبا، نوال الزغبه ب 6 مليون. بس هيفا غريب، كانت قبل هي متصدره من كم سنه. من كم سنه هدول الارقام هلا اذا بدك، لانه اللي صاروا المشاهير اكتف اكثر على السوشيال ميديا. وين مايا دياب؟ مايا دياب بال 4 مليون. 4 مليون كمان يعني مش بطاله مايا يعني. فهدول هن الارقام هيك سريعين، قصص مهضومه عن الفنانين عن السوشيال ميديا. بس مش غريب انه كلهم فنانات ما في فنانين، ولا انت عملت بس عن الفنانات؟ نحن عملنا على الفنانات والفنانين. أوكي. كمان الارقام مش هالقد عاليين. مش هالقد عاليين. والله يعني. الفنانات اكثر شيء ارقامهم اعلى. اوكي، يعني اللي بيستعملوا اكثر يعني الفانز، فانز للفنانات اكثر. اكيد.
هيدي الصورة إذا بدك بتعبر هلأ عن مجتمعنا بلبنان بالكافي شوب سوين ما كنا ظاهرين بطل في سوشيال لايف كل العالم على السوشيال ميديا عم تحكي عم تتواصل بين بعضها منكون بوجه بعض بعتلي على واتساب أو منكون ثلاثة ما بدنا نخبر الشخص لحد ما نبعت واتساب أنا بس أظهر من البيت أسأل سؤال من البيت على الواتساب يا أخي هلأ كنت هلأ كنت بالبيت هيدي إجمالا بمختصر هيك شوي أخبار عن السوشيال ميديا بالعالم بلبنان رح ننتقل هلأ على تريندينج سكشن عنا فيديو كتير مهضوم على القصص صارت هيدي الجمعة رح نشوفه هلأ وبنرجع بنحكي عنه يلا التريندينج سكشن ياس ياس I got my ticket for the long way round. You buy the whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone, or when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. شيء هلو رح نحكي شوي عن الفيديو قبل ما نحكي شوي عن الترندينج سكشن بدنا نذكر العالم بتحضر اللي بدها تحضرنا اذا ما لحقت تحضرنا على عالم الصباح futuretvnetwork.com بيحضروا الحلقه معنا بوقتها او على الفيسبوك بيج تبعنا بوقتها كمان بترجع بتنزل الحلقه اذا بدهم يتابعونا رح نحكي شوي عن الفيديو وعلى الترندينج هذه الجمعه شفنا بالفيديو البوب سناب هو الفلتر تبع بوب مارلي نزلوه على سناب شات كسر الدنيا ايه بس شو ليه حبوه هالقد كسر الدنيا بوب مارلي اذا بدك عنده الستايل اوف ميوزك تبعه وفي عنده كثير محبين فمشان هيك صار كثير ترندينج على السوشيال ميديا والعالم صارت عم بحكي على الفيديو هو اللي منزله سناب شات يعني له هالقد اهميه يعني الصوت مدري كيف والشكل مدري كيف جربوا اذا بدك يخلقوا السناب شات اذا بتشوف كل فتره بينزلوا فلترز جديد جربوا تو اتراكت ترافيك على سناب شات من ورا هذا الفلتر اوكي هذه هي رجعنا شفنا بيكهام بوي ابنه ديفيد بيكهام كروز عم بيلعب بالكاب جيم وعم بيغني صوته كثير حلو وابنه ديفيد بيكهام فكان كثير ترندينج على السوشيال ميديا جيم اوف ثرونز السيزون 6 حضرتها 6 بعد ما هلا بدها تبلش من يومين نزلت اول حلقه اول حلقه انا بحب يكونوا يتجمعوا احضروا ورا بعض بحب النهار 100% تنطر تتحمس المجازر الالمانيه كانت الجينوسايد كانت ترندنج على السوشيال ميديا رح ننتقل على السريع على بشتاق لها على تويتر بشتاق لها في عالم كثير حطوا كمان تبول اللبنانيه صحيح حدا حط لها كلمه بيبي منك شكلها كثير كان في تفاعل على تويتر اوكي هدول كانوا الترندنج على السوشيال ميديا هيدي الجمعه بنشكر متابعه المشاهدين لنا بنشوفكم بالحلقه الجايه اكيد مارون ثانك يو لك بنشوفك ثلاثة القادم بوقتها مع مواضيع جديده حبينا كثير شو عملت اليوم لكن المشاهدين احنا وياكم مكملين على الصباح بريك قصير بعدها بنودى المتابعه مع زينه اجندر